صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا نقتدي بكم ونقتفي آثاركم، فنفوز والله فوزا عظيما. يغر الفتى بالدهر والدهر خائن، ويصبح في أمن وما هو آمن، وإن أمام المرء موت محتم، فلا يغتر أن المحتم كائن، فلا يغتر أن المحتم كائن، وما حلت الأيام يوما لواحد، وهل كيف يحلو ماؤها وهو آجل، ستحمل ناري وضعها الليالي والأيام. ها لكن شبيل واحنا غافلين، ها ستحملنا والموت غاية قصدها، هجان الليالي للمطايا هجائن، إذا حاربت لم تسن عنك حرابها، إذا سهام الدهر جد بعد تخلصنا، إذا حارب لم تثن عنك حرابها، وإذا سالمت فهي العدو المزاحم. لا شوف الأيام وياك خضرة وحلوة، ترى الآخر داع الأيام، لا تشوف نفسك ها عندك القصور العالية والسيارات الفارهة والأموال الطائلة والجوار الحسنة، لا تشوف عين الدنيا كلها خضرت ليك، وإذا مر وحدة الموت ها ينغص عليك العين تمام، ولا كم من رئيس وكم من أمير وكم من ملك وكم من عظيم ها قاعد مفتخر بنفسه، وإذا سهام الموت تأتي. عليكم السلام. إذا حاربت لم تثن عنك حرابها، وإذا سالمت شنو فهي العدو المداهن، أويلي سلدها
الزهرة عن الله أكبر. هذه القصيدة السيد جعفر الحلي، هذه قصائدهم قوية جدا حقيقة، تعبين عليها أنفسهم في إنشائها وصياغتها. يقول: سل الدهر عن تلك الملوك التي مضت. الله أكبر. سل الدهر عن تلك الملوك التي مضت، فأين مباليها وأين المساكن؟ وسيلعن بن الزهراء. دول اللي خلدوا، ها، الخلود لأهل البيت، حتى قبورهم تشوفهم قصور، حتى قبورهم موطن ها ومأوى للمساكين غير قبور الملوك. ها، وسل عن بني الزهراء مواطن عزهم، متى أكبرت عن ساكنيها مواطن وضغايا أظهرتها أميته، وكم لعلي في الصدور من ضغائنها. يا الهادي لو العين تشوف، آه يا الهادي لو العين تشوف، آل مية جازتك يوم الطفوف من بناتك سلموا، حتى الشفوف بعد الحبل كدايا يا الحرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي أمير المؤمنين وسيد المصلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، خالق الناس مخالقة إذا متم بكاوا عليكم. حلو الحج، حلو. خالق الناس مخالقة المقياس شنو؟ إذا متم بكاوا عليكم، وإذا غبتم حنوا إليكم. الواحد حقيقة يجب عليه أن يجعل من الموت قياس. شلون يعني يجعل من الموت قياس؟ أكو واحد إذا مات الناس يقول الحمد لله افتكينا من شر، افتكينا من بلاوي، افتكينا من عندنا، الناس ترتاح من موت أصلاً. أي، وأكو ناس لا، إذا واحد مات يبكون عليه، يصيحون عليه، ها، يتألمون عليه، يتألمون عليه، ها، يتأسفون عليه. عدل، ليش؟ لأن رجل محسن، رجل مقبر، رجل خير، رجل طيب، رجل طاهر، ها. فصار الموت هني حقيقة مقياس لتقييم هالإنسان، هذا مقياس لتقييم هالإنسان. تشوف الناس تبكي عليه، ها، لو تفرح لموته. فصار الموت هني مقياس لتقييم شخصية هذا الإنسان. مو بس إذا مات، إمام علي يقول إذا غبتم
حنوا إليكم. حتى إذا سافر مكان الناس تذكره، والله كان مكان خالي اشتقنا إليه، ها يا ريت ويانا في السفرة، يا ريت ويانا على السفرة، يذكرون يعني يشتاقون إليه. فالواحد خليه يفكر، أنا لما أريد أعاشر الناس وأريد أخالط الناس شلون تكون مخالطتي وياهم، بحيث إذا ميت ها يبجون علي، وإذا سافر في المكان يحنون ويشتاقون لي. فصار الموت هنا حقيقة مقياس. هو الواحد لو يفكر في الموت ها هو نفس التفكير في الموت يخليه ينضبط في الدنيا. عليكم السلام. لأن التفكير في الموت يخلي الإنسان يفكر في وحشة القبر، في ظلمة القبر، في ضيق اللحم، سؤال منكر ونكير، الموت حق، إن الله يبعث من في القبور. ها لما الإنسان يفكر في الموت يفكر بهذين القضايا، لما يفكر بهذين القضايا ظلمة القبر، وحشة القبر، السوالف هذه، روح الحاسد لنفسه يقعد ويا نفسه يضرب بريك شوي، قلت انا وراي موت، وراي سؤال، وراي جواب، عدل؟ هالتفكير هذا يخلي عند الانسان وازع، يخلي عند الانسان وازع ديني، يضبط تصرفاته زين، يضبط سلوكه زين، يضبط كلماته زين، ليش؟ لان يشعر انه وراه حساب، وراه مسؤوليه، تمام ولا؟ لكن لما ما يشعر انه وراه مسؤوليه وحساب وكتاب ما يفهم. فالتفكير في الموت وما بعد الموت يخلق عند الانسان رادع، يخلق عند الانسان ضابطه ان تعال حاسب لروحك. الامام الكاظم سلام الله عليه شو يقول؟ يقول حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. الآية تقول يوم نضع الموازين بالقسط، يعني في ميزان يوزنون أعمالكم. أنت تعرف مولانا الأجل ميزان الله كلش دقيق، في بعض الأعمال التي تبدو صالحة ترفعها الملائكة إلى الله عز وجل على أنها صالحة، لكن الله يردها. يقول اليوم يكون في أشياء بعد ما مطلعين عليها، لعل إخلاص ما بينها العوانة، لعل فيها رياء، لعل فيها شائبة رياء. الشرك الخفي ما شارعين عنه، ها كدبيب النمل على الصخرة الصماء. الله أكبر، أنت شايف النمل هالجسم الصغير لما يمشي على صخرة ملشاة ليه صوت؟ لو ما ليه صوت آثار وقع أرجل النمل كلش يعني دقيقة سالفة، ممكن بهالمقدار ها كدبيب النمل على الصخرة الصماء من الرياء الله ما يتقبل. ها حبيبي شوف الإنسان هالقد لازم يحاسب حتى النية، مو تقول مثلا تعال صلي وتصدق هاي كلها أعمال صالحة على عيني وراسي، بس الله يشوف النية، إذا مو متمحضة لله يرجع العمل. إنما اسمع الآية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هم ما قالوا ذا الحكي، الله يحكي عنهم هالحكي، واضح شلون؟
هم جا اليتيم وجا المسكين وجا الأسير أعطوا الطعام، الفطور مالهم كله شالوه أهل البيت سلام الله عليهم، فاطمة وعلي والحسن والحسين الفطور مالهم شالوه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بس ما قالوا احنا نطعم الطعام لوجه الله، عرف منهم هذه النية الخالصة المخلصة فحكى عنهم هذه النية، يطعمون الطعام. انت عبالك هي سهلة، حاصروا أنفسكم قبل أن تحاصروا وزنوها قبل أن توزنوا. يوم القيامة ناس وايد تأتي عندها أعمال، فوجدوا ما عملوا حاضرا، وفي بعض الآيات فجعلناه هباء منثورا. كل الأعمال هاي كلها راح تدود، صارت هوى غبار، مع أن إضاءنا صلاح يعني. فالواحد لازم يفكر في الموت، عواقب الموت، ما وراء العالم هذا، يحاسب نفسه، يقعد ويا نفسه. تمام عزيزي؟ وإلا لا دنيا ولا آخرة. زين العابدين، الله أكبر، زين العابدين، سيد الساجدين، قرة عين الناظرين، إمام معصوم، معصوم. تريش يقولي؟ تريش يقولي؟ أقول اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي. الله أكبر. وعند الموت كربتي، وفي القبر وحشتي، وفي اللحد وحدتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. الله أكبر. شوف وين يفكر، وين رايح، يقول اللهم ارحم، أنا ما أقدر على هالمواقف هذه. أنت بعد لازم تفكر، الموت جاي يغر الفتى بالدهر، والدهر خائن ويصبح في أمن وما هو آمن. تعب بالك أصبحت الصباح آمين، لا، ملك الموت في الانتظار. لا تستار كل شيء، والله صحتي زينة ووضع مرتبة وما علي شيء والحمد لله. لا 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 لا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فلا يستأخرون. لا تقول شباب أنا أحن، والموت قاعد يشتغل في الشباب أكثر من الشباب. فأول شيء حبيبي، ها، خالق الناس مخالطة أمير المؤمنين، مستهل الكلام هذا، خالق الناس مخالطة إذا متم بقوا عليكم. زين تسألني شيخنا شنو أفضل طريقة، ها، نتعامل بها مع الناس بحيث إذا متنا بكوا علينا وإذا غبنا حنوا إلينا، شنو أفضل طريقة؟ أنا فكرت وايد في القضية دي، شفت أنه أفضل طريقة لكسب الناس، ها، ولخلق المحبوبية في قلوب الناس، هو الإنصاف والإحسان إلى الناس، إن الواحد ينصف الناس لنفسه، ها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للحسن: يا بني اجعل نفسك ميزانا، حب لغيرك كما تحب لنفسك، وتكره لغيرك كما تكره
لنفس. هذا الانصاف والعدل. لا تظلم احد، لا تاكل مال احد، لا تتجاوز على اعراض الناس، لا تتجاوز على اموال الناس. ها، اعرف للناس حرمة، اعرف لأموال الناس، أعراض الناس، أبناء الناس حرمة، وراعي هالحرمة هذه. تنصف الناس، انصاف الناس من نفسك هو. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أول شيء العدل، انت خلك على الاقل عادل وياي، لا تحيس عليه، بعدين احسان بيوجد نظر. انت خلك اول شيء منصف وياي. ها، اذا انا لي حقوق عليك اعطيني حقوقي، عدل ولا لا؟ اذا انت اب وانا ابن، انا ابن لي حقوق، واذا انت ابوي وانا ابنك انت بعد لك حقوق، واذا انت جاري وانا جارك هناك حقوق، واذا انا زوج زوجة هناك حقوق، واذا انت حاكم وانا محكوم فهناك حقوق، واذا انت صديق وانا صديقك فهناك حقوق. فاول شيء ان تراعى هذه الحقوق وتؤدى هذه الحقوق، بعدين الاحسان. خلنا اول شيء ننصب انفسنا. هو العركات على وين؟ واللغو على وين؟ هي لأن ماكو إنصافنا. لو الزوج ينصف زوجته ويعطيها حقوقها ويخاف الله فيها ويراعي ذمة الله فيها، ما تصير مشاكل يا نور عيني. ولو الصديق ما يحيف على صديقه، ولو الحاكم ما يحيف على المحكومين والرعية، ما تصير المشاكل. وهو سبب العركات والبلاوي والمشاكل ناتجة من عدم الانصاف يا اخي. احنا ليش نقول اللهم عجل فرجي وسهل مخرجي حتى يملأ الأب قسطا وعدلا؟ بلونا احنا لو اكو ناس ينصفوننا ويطبقون ويانا العدالة على الاقل كان احنا مرتاحين عندهم. ادلنا لا لا سما ادري والله انا ما ابي احكي وايد، لا اخاف انت الحين زوج زوجتك يا اخي. نفترض يعني نفترض زوج زوجتك، من حق الزوج على الزوجه هو التمكين الجنسي مثلا، يعني حق الفراش. زين اذا زوجتي ما تمكنني من نفسها من دون عذر شرعي، بس هالشكل خلط دوثره يعني، ومن حق عليها ان ما تطلع من البيت الا باجازه الزوج، فاذا خرجت من دون اجازه الزوج ولم تمكن نفسها في الفراش صارت ناشز، واذا صارت ناشز ما عليها نفقه، ما توجب عليها نفقه وصارت كشافه. عدل ولا؟ لكن لو مكنت نفسها ولم تخرج الا باذن الزوج ما صارت مشاكل حبيبي. عدل ولا؟ زين الحين لو زوجتي هالشكل انت وصديقك بعد هالشكل، مو الصديق قدامك حلو من وراك عقرب، هم زحمه عدل لا؟ يلقاك يحلف انه بك واثق، واذا توارى عنك فهو العقرب. عدل لا؟ يعطيك من طرف اللسان حلاوته ويروغ منك كمان، ما صارت شغله. لو صر وياي شيخنا يا ابن الحلال قال لا، اما تقعد قدامي بشكل ومن وراي شكل اخر زحمه، بقوم اسال انا بعد بنطور فيك وبشلك وبعد وبحج عليك وهذه. فانا بدك تنصفني انت كحاكم وانا محكوم، ما عندي بيتني، ما عندي شغل، انت عندك بيوت وعندك قصور ومشارع ها ونسوان وفلوس، زين انا بعد رعي انا ابني حقنا. عدل لا؟ فاذا انت تعطيني البيت الواسع وفرصه عمل وتعالج مشاكلي وتعطيني جواز، عدل لا؟ بحبك انا، بعزك، بقول رحمه الله يطول في عمرك. ليش؟ لان انصفتني. عدل لا؟ النبي يا لليهود، ليش قال لهم؟
قالوا تعال انتم صير مسلمين. قال حق وين؟ قال لهم انتم شبه اي واحد منكم على دين علي؟ واي واحد يبي حقوق اولي علي؟ انا وفقه. ما ايش تبوا انتم؟ ديونكم مضمين وحاجاتكم مضمين، ها؟ بيت المال يوفر الإنسان حاجاته ضرورية. يوميا أول شيء الإنصاف، أن تحب لنفس لغيرك كما تحب لنفسك، وأن تكره لغيرك كما تكره لنفسك. ترى إذا إحنا نضحك على أنفسنا ترى، ها؟ شر البلية دي. هذا واقعنا يعني. إحنا أنا لا أشوفه الشكل يعني. إحنا المشاكل اللي جاية عندنا ماكو إنصاف يا نور عيني. لا الزوج ينصف الزوجة، ولا الزوجة تنصف الزوج، ولا الصديق ينصف صديقة، ولا الجار ينصف جارة، ولا الحاكم ينصف المحكوم، وهكذا. فجاية المشاكل. فإذا تب الناس تبكي عليه، ها؟ بعد الموت أفضل شيء تسويه في حياتك أن تنصف الناس من نفسك. هذا الشيء الثاني، الإحسان إلى الناس يا أخي. تحسن إليهم، تخدمهم، ترى حوائجهم، ها؟ تدفعنا في خدمتهم. سيد القوم خادم، أدلونا. يوم من الأيام أنا طولت عليكم، أي حياكم. أنا أول مرة أجي في السانة، كنت مع جماعة الدورة وعنا من نورين سيعة مواني. المهم حبيبي، يوم من الأيام عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مر عليه الحواريين. الحواريين يعني هم خلص الأنصار، خلص الأصحاب، يسمونهم حواريين. زين، فقال الحواريين أريد منكم إجازة أن أقوم بعمل ما. قالوا لي أنت بعد، أنت روح الله، أنت كلمة الله، أنت نبي، إجازة عندك، ما يحتاج بعد إجازة عندك. قال لا، أريد منكم إجازة، قولوا أنت مجاز. قالوا لي أجزنا يا رسول الله. زين، فقام عيسى بن مريم وغسل أرجله واحدا واحدا. قام غسل عينهم. عجيب، عيسى بن مريم رسول الله من أولي العزم طاهر مطهر، قوم غسل أرجلنا. أخذت إجازة وهذا العمل أريد أقوم به. فقام وغسل أرجله واحدا واحدا، ثم لما انتهى من العمل قال لهم هكذا كونوا في الناس. أريدكم هالشكل ويا الناس، تخدمونهم، تطلبون حوائجهم، تتواضعون عليهم. الشكل بيكم انت قياده، ها؟ قياده وعالي ومؤمن وضحين، ها؟ مو تقعد، ها؟ تقعد مولانا بعيد عن الناس وتتكبر على الناس. لا 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 لا، القياده لازم تنزل للناس، لازم تتحسس آلام الناس، تفتش عن الغريب، عن المحروم، ها؟ أمير المؤمنين شو يقول؟ يقول كيف يقال لي أمير المؤمنين
تاركهم مكاره الدهر. تمام لو لا؟ شلون يقولون عني قيادة وأنا ما شارك الناس آلامهم وأحزانهم؟ ما يصير. كيف يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ يقول لعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالخبز ولا عهد له بالشر. لعل في ناس في اليمامة في الحجاز في أطراف ما عندهم أكل يأكلون، ها؟ لازم أفكر فيهم، ها؟ هذا قيادة عندي. أما أنت متخام وشبعان وغير أهم شي مصالحك مؤمنة والناس خل تاكلها، هذا مو عدل. أن تحسن إلى الناس إنصاف وإحسان، تحسن إلى الناس هذا الإحسان هو الذي يخلدك بعد الموت ويخلي الناس تبكي، والله فلان ما قصر وياني ساعدني قضى حوائجني، المريض مالنا اجى زاره ما قصر رحم الله والدي جزاه الله خير. اسمع الناس بالشكل يقولون عني، ها؟ وهذا الذكر هو عمر ثاني للإنسان في الحقيقة. إذا الإنسان يذكرون الناس بعد الموت بالخير هذا يعتبر عمر ثاني للإنسان. هذا ما مات هذا في الحقيقة، هذا حي في القلوب موجود يذكر على الألسن ويذكر في المحافل والمجالس، تذكر مناقبه تذكر فضائله، وهذا أكبر نعمة وأكبر امتياز للإنسان حقيقة. إبراهيم الخليل يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني شنو؟ يعني الناس تذكرني بخير، هذا معناه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. احسن إلى الناس. إيه الله أكبر، هذا واحد. أنا أجيب القصة وأدورز وأسألكم الدعوة. إجا واحد مولانا، شوف الإحسان هذا مو بس إحسان، شيء عجيب لم يسميه سمت هذا، ما يسميه أنا. معدن كرم، معدن أصول، أصول الكرم. أنت شو تقول لهم في زيارة الجامعة؟ ها؟ قادة الأمم وشنو؟ أصول الكرم؟ عندنا شكل، ها؟ أصول الكرم. حبيبي يوم واحد الإمام الصادق سلام الله عليه قاعد بالحرم يصلي وإذا برجل قد أتى، وهذا الرجل مولاني قد سرق منه 1000 دينار. هذا الحزام يخلون حزامهم ويخلون فيه البيزار، الحزام هذا مالي سرق وفيه 1000 دينار سرق. فجاء هو ما يعبد الإمام الصادق، جاء الشكل جاء إلى الإمام وألقى بنفسه عليه وقال أنت الذي سرقتني. بس الشكل من يودر للحين في الحرم وتصلي ويجيب واحد يقول لي تبارك الله شو تسوي انت؟ ها؟ انت تبارك الله شو تسوي؟ تصلى سبتين حبيبي، وين بعدك انت قاعد تصلي؟ وين وقتك انا قاعد انا؟ تقوم تصلي عندك عشان يعني يعرضوا. الامام غير بس قال لا انت الذي شرحته، وكلم فاخذه الامام
إلى بيته ووزن له 1000 دينار وقال لهم خذ هذا الدفن. هو الإمام ما ضايق منه بس هو كلف في الإمام، الإمام قال راح الإمام وزن لي 1000 دينار قال خلصنا أحسن سامع لك. الإمام رجع يصلي زين، هذا المبيوت يعني المسروق منه 1000 دينار هذا الرجل لما جاء إلى الحرم بعد فترة بسيطة وجد حجابه الذي فيه 1000 دينار حصل الحين عرفوا قال الحين اتهمت الغيار قلت انت ضايع وانت حرامي وانت سرقتني وهو ما قصر وياي وقام وزن لي 1000 دينار وما زلت واروح له باي وي انا يعني باي وي قال له هذا باي وي لا لا. فجاء الى الامام خجلا معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا ها حبيبي أجل معذرة أنا أتجاوز عليك أبيت واتهمت لقد وجدت حزامي 1000 دينار زين والألف مالك هذا الصندوق أنت حلو وقال لي ما تأخذ 1000 دينار ما أقدر ها ايش عليه الإمام قال لي هذا شيء خرج من يدي لا يعود إلي أبدا خلاص أعطيتك 1000 بس سلام الله هذا المعلم ها شيء خرج من أيدينا لا يعود إلي ها حبيبي هذا يستاهل يصير حاكم مسلم هذا يسمي قيادة عدل ولا لا هو القيادة في الدولة هم دول اللي الله نصبهم أوصياء مو المنصور الدواليقي ومو العباسيين ومو الأمويين بس غصبوا الخلافة عن أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور ها غصبوا الخلافة عن أبيك هذا السيد جعفر الحلي خاطب الإمام الإمام الحج يقول له أدرك جراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دور مهدور ولو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا طلع لكن ذوبت قلبي يا
تقبل أعمالنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اقضي ليل كل مدين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، واقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والى ارواح موتى المؤمنين والمستمعين، لا سيما موت المؤسس لهذا المجلس الشريف، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.